بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعطيكم العافية أصدقائي ومتابعيني الكرام. اليوم حتكلم عن إضافة ممتازة جدا بإمكانها ترفع السيو، تحسن مهاراتك في السيو تلقائيا من خلال أنت تتعلم من خلال النصائح اللي بيعطوك إياها. هذه الإضافة بصراحة بالنسبة لي كانت كثير أفضل من يوست، اللي هي الإضافة المعروفة للأس إي أو. الإضافة سهلة جدا، التعامل معها سهل ان شاء الله تعالى، وهعلمك كيف تنزلها، كيف تشتغلها، وان شاء الله تعالى تكون مفيده للجميع الموجودين متابعين هذا الفيديو. اضافه انا اوريدي بستخدمها على موقع اخر، والان انا حطبقها قدامك على هذا الموقع من الصفر، لاني بعدني ما نزلت على هذا الموقع. فلذلك حنروح على البلجنز ونعمل اد نيو. المميز في هاي الاضافه اصدقائي انه الدعم تبع الموقع طبعا مجانيه 100%، فيها كل شيء انت بتحتاجه ومجانيه، يعني فيها الخصائص تبعت يوست مجانا موجوده فيها. الجميل ايضا في هاي الاضافة يا اصدقائي الكرام انه بتعلمك سيو، يعني مو بس يعني انت حتشوف هلا، بس نزلها هشرح لك افضل. فبدنا مثلا لو رحنا على على اسمها رانك ماث، سوري، وهي الاضافة الجديدة اللي من ماي ثيم شوب ومجانا، زي ما حكيت لك الإضافة هاي مجانا، فهذا الفيديو لا تعتبر إنه تسويقي أو إلى آخره. ننتظر بس الإضافة تنزل لو سمحتوا. زي ما أنت شايف انستولينج عندي انستولد واكتيفيت. الآن بطلب منك فقط انك تسجل حسابك حتى يعمل لك لها تفعيل. لازم تسجل حسابك في شوف فري ماي ثيم شوب اكاونت، واللي هو حيكون مجاني بالنسبة لك. يعني انت فقط حتنزل الحساب حت سوري حتدخل حسابك اللي انت شغال عليه وسلامتك. بحكي لك بس انا دخلت معلومات حسابي ماي ثيم شوب، سهل جدا التسجيل فيه. بحكي لك ابدا في الويزرد رانك ماث، تجي على هاي الصفحه زي ما انت شايف جيتنج ستارتد، يعني ابدا. بنعمل ستارت ويزرد انبوت داتا فروم يوست، بدك اياها تستوردها من يوست ولا لا، بدك تستوردها بتعمل ستارت امبورت. او تعمل continue، او اذا ما بدك بتكمل. هون بتحدد شو نوع موقعك، هل هو personal blog، مدونة شخصية، community blog الى اخره. personal بتختار انت ايش هو نوع موقعك، خلينا نخليه personal blog. لوجو اذا بدك تضع اللوجو او بتكمل، خلينا نكمل حاليا. بعدين انا يعني انت ممكن بس ترفع اللوجو ورفع صور. save and continue. search console، بتعرف هاي بتعمل جيت. حتدخل حسابك لجوجل في هاي المنطقة هون، حدخل الحساب وارجع لكم ان شاء الله تعالى. بعد ما دخلت على حسابي وعملت تسجيل دخول، بنسخ هذا الكود وبضعه في هاي المنطقة. تلقائيا تم ربط الحساب الجوجل تبعي الجوجل اناليتيك في الجوجل سيرش سوري الكونسول في الرانك ماث. الان يعني بحكي لك سيرش افتر بلا 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 الى اخره. طبعا لو موقعك مش ليستد هون بدك تعمل كليك هير جوجل سيرش، زي ما انت شايف في هاي المنطقة بتعمل سيرش، وضعنا موقعنا وخلاص متفعل هيك. نعمل سيف اند كونتينيو. تملي مثلا السايت مابس عندك، السايت ماب اون خليه يعمل لي سايت ماب. انكلود ايمج يس، الببليك بوست خليهم زي ما هم زي ما انت شايف هون. كل هاي البوست خليها تظهر في محركات البحث، والببليك تاكس تاكس تاكسونوميز سوري
اللي هي كاتيجوريز، خليها تظهر كمان في محركات البحث. نعمل سيف اند كونتينيو. نو اندكس امتي كاتيجوري اللي هي اون، نو فولو لينكس الى اخره. خلي المواصفات هاي زي ما هي، لا تغير فيها شيء. نعمل سيف اند كونتينيو. الان بحكي لك الموقع تبعك جاهز للانطلاق. بحكي لك اوبتمايز يور بوست، تعمل هي كليك هير مثلا، وبتقرأ المقال هذا اذا انت قوي في الانجليزية كيف تشتغل عليها. خلينا نطبق على بوست من البوستات اللي عندنا ونشتغل عليه. بنعمل سيت اب ادفانسد اوبشن. الان بتهيئة الاوبشنز الاحترافية، خلينا نحكي او الخيارات الاحترافية عندك في الموقع، التايتلز، السايت ماب الى اخره، كله هذا تمام عملناه. خليه كله تشيكت ان، يعني انقر عليه كله. اديتور، ايش بدك تعمل؟ التايتلز ولا الميتا سيتنجز للاديتور، ادمنستريشن للكل. هسا الاديتور عندك في الموقع شو بقدر، يعدل؟ الاوثر اللي هو الكاتب شو بقدر يعدل؟ الكونتريبيوتر الى اخره. ممكن تعطي كل واحد له وصول شو بقدر يعدل في موقعك. سيف اند كونتينيو. 404 مونيتور اللي هي الخطأ تعمل له اون ولا اوف، والريدايركشن تعمل له اون ولا اوف، هذا بيرجع لك. بامكانك تعمل له اون وبامكانك تعمل له اون او تعمل له اوف او تعمل له اوف زي ما بدك. نعمل سيف اند كونتينيو. بنحكي الان على الميد اد ميسنج الت اتريبيوت. اذا في عندك صور ما عليها الت اللي هي اللي بيجيب لك السيو، اللي بيجيب لك الترافيك على موقعك، تعمل اون هون. اذا بدك اياه اوف تعمل اوف، حسب انت شو بدك تتحكم في موقعك. انت بتعمل اون مش خسران شيء، لانه لو عندك صوره عشوائيه انت ناسي تحط عليها الالت تكست تبعها. الالت تكست يا اخوان هو نص بيكون جنب الصوره زي شرح يعني صغير عن الصوره، بيخلي يجيها ترافيك من محركات البحث. فانت اذا وضعت هذا التكست على هاي الصور انت بك حليت مشكله كبيره، وبامكانك تجيب عن طريقه ترافيك او زيارات يعني من جوجل. الريتش سنيبت خليها اون. ريتش سنيبت تايب فور يور بوست، ايش موقعك؟ انا موقعي مقالات، خليها ارتكلز يعني مقالات. وبلوج بوست لانه احنا عندنا شغالين الارتكل، لانه موقعي انا في مقالات يعني مش بس بالبلوج، في اكثر من مقالات. الان ريتش سنيبت تايب فور يور بيجز ارتكل زي ما حكينا، ارتكل الى اخره. ريتش سنيبت تايب فور يور جلوبال روز، بامكانك تتحكم في هاي الى اخره. مثلا كانت الريتش سنيبت اللي هي يعني جوجل كيف بيشوف موقعك، جوجل بيعرف انه موقعك بيتحدث عن الموضوع الفلاني فبيعرضه بشكل مناسب للزائر. انا تعرفت على هذا الموضوع مؤخرا وهو موضوع جيد جدا. المقال هاي او سوري الرانك ماث بتوفرك اياه بشكل مجاني. نعمل سيف اند كونتينيو. بامكانك طبعا تتركهم او تخليهم، يعني اذا موقعك ارتكل تحط هذول كلهم ارتكل حسب يعني النوع. مثلا ريتش سنيبت تايب فور يور جلوبال روز فور يور بلوجين اوبس بلا 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 الى اخره. بامكانك تشتغلهم او تخليهم، بس انا افضل تخليهم الى الان لانه خاصه اذا موقعك جديد. يعني هاي الخيارات اصلا ما كانت موجوده في اي اضافه ثانيه، فهاي الخيارات هي لك تشتغلها او تخليها. سيف اند كونتينيو. خلينا نحكي يعني في الاشي المهم جدا. الان دخلنا على الداشبورد الخاص في رانك ماث زي ما نحن شايفين. بصراحة اضافة انا جربتها على موقعي الاخر ممتازة جدا. ليك كاونتر. طيب بنفس اللحظة خلينا ندخل على البلاجنز عندي وبنشوف البلاجن اللي انا ما بدي اياها، مثلا اللي هي بلاجن بلاندن بيج بلاجن الى اخره. بلاجن رانك ماث هي موجودة هون، ممكن تدخل مباشرة عندها على السيتنجز وبتشوف اللي بدك اياه. بدي اعمل لهاي ديليت. اصلا انا اعملها ديأكتيفيت من زمان بس انا بدي اعملها ديليت لانه عندي اضافة بصراحة افضل منها بكثير، اللي هي هاي الاضافة اللي احنا عم نتكلم عنها اللي هي رانك ماث. لو رجعنا اصدقائي 404 مونيتور بتعمل اون، اي ام بي بدك اياها وما بدك اياها، لو بدك اياها بتعمل اون وبتشتغل عليها، لو ما بدك اياها خلص. لينك كاونتر، كاونت ذا توتال نمبر اوف انترنال اكسترنال. هاي الاضافه بتسمح لك هذا الخيار بيسمح لك تشوف اللينك كاونت، عدد اللينكات الداخليه والخارجيه في البوست الخاص فيك. لوكال اس اي او اند جوجل نولج جراف، اذا بدك تعرف معلومات عن الموقع تبعك خليها اون.
ريدايركشن. اذا بدك تعمل ريدايركشن على صفحه معينه، خاصه اذا كان عندك مثلا صفحه فيها خلل معين، فهي بتعمل ريدايركشن، وهذا بيساعد في السيو. ريتش سنيبت اكتف اوريدي، احنا عملناها. رول مانجر عملناها اكتف. سيرش كونسول كونكت وذ جوجل سيرش كونسول سي موست امبورتنت انفورميشن، عملناها بال لما عملنا تنزيل الاضافه اذا متذكرين. الان سيو اناليسيز والسايت ماب كله تمام. اذا عندك متجر بدك تعمل هاي اون، ما عندك متجر بدك تعملها اوف، بس انا ما عندي وورد كوميرس فمش راح اقدر اعملها اون. سيف موديلز. الان اصدقائي الكرام بدنا ندخل على الجنرال سيتنجز. زي ما احنا شايفين اللينكس عندي سترايب كاتيجوري بيس، بحكي لك ريموف كاتيجوري فروم كاتيجوري اركايف، يعني اللينك تبعك مش حيكون فيه كلمه كاتيجوري، بدك اياها ولا ما بدك اياها، اون ولا اوف. ريدايركت اتاتشمنت، الاتاتشمنت تبعتك بدك اياها تروح على مكان اخر غير اللينك اللي هي عليه ولا لا، خليها اوف. ريموف ستوب ووردز فروم بيرمننت، هاي الستوب ووردز مثل اند ذا الى اخره، خليها في اللينك ولا تشيلها، خليها اوف. او انت بدك تخليها اون خليها اون. نو فولو اكسترنال لينكس، ما بدك يكون يعني تضيف الكود هذا حتى يصير عندك نو فولو اكسترنال لينكس، اذا في عندك لينك خارجي بيصير عليه نو فولو، اوف ولا اون. نو فولو هاي اذا دخل يعني مثلا او دو فولو في اللينكات اللي تطلع من موقعك على مواقع ثانيه، بدك اياه يكون لينك نوع نو فولو ولا دو فولو. نو فولو ايمج فايل لينكس، برضه للايمج نفس العمليه، خليها اون ولا اوف اللي بيريحك. خلصنا اللينكس اللي هو اهم يعني بالنسبه لي اقل اهميه من الايمجز، وباقي الامور تتحدث عنها. عند الايمجز برضه الالت اذا ما عندك هذا ضروري تحطها اون، اذا ما عندك الالت هاند بلوك شو بدك يظهر في الالت اتريبيوت فورمات. الالت اللي زي ما حكينا بتجلب زيارات عن طريق الصور تبعت الموقع الخاصه فيك، هون كان تختار مثلا البوست تايتل، عنوان البوست، بوست تايتل اور بيرنت اوف ذا بيرنت بيج الى اخره. في عندك اكثر من خيار، مجرد ما انت تكبس على هذا الخيار راح ينزل هون هيك. انا عندي حاليا التايتل حينزل والكاونت الت. الكاونت الت لو نزلنا لهون ستارت ات 1 اند انكريزمنت الكاونت فيرمنت. الكاونت الت اخوان زي ما حكينا بصراحه انا مش كثير عارف فيه شو، بس هي محكي كان ستارت ات 1 اند انكريزمنت باي 1، يعني بصير يعد مثلا بلشنا في الصوره الاولى او 2 3 الى اخره. موجود هون ضمن الخيارات، لو شفنا مثلا زي ما انت شايف هي حاط لك العنوان تبع المقال وحاط لك بجنبه رقم 2، يعني هذا رقمه صار 2، لو بعده مقال بصير 3 الى اخره، او صوره بصير 3. لو شلت هذا زي ما انت شايف صار راح رقم 2، كان مثلا بدله في الكاتيجوري او سايت تايتل، سايت تايتل زي هيك، فبصير اسم المقال، اسم المقال وبجنبه انفينيديا، او اسم الصوره بجنبه انفينيديا للالت تكست. اد ميسنج تايتل اتريبيوت، اذا في عندك عنوان مفقود ضيف لي العنوان للصوره، وزي ما انت شايف 100% وشيل لي كلمه الكاونت. اوكي سيف تشينجز. الان خلينا نخلص من هاي الصفحه. اي سؤال عندكم على هاي الاشياء انا مستعد اجاوبكم اياه في مسجات خاصه او الى اخره، لكن هاي الاشياء اساسيه تم شرحها في وانا بنزل في الاضافه، فانا مش شايفها مهمه جدا حاليا، بس لو عندك سؤال تفضل وانا بجاوبك عليه. خلينا ننزل هون على التايتل اند ميتا، تايتلز اند الميتا تبعت الموقع. ايش بدك؟ هاي مهم جدا. هلا هاي اشياء اساسيه زي ما حكينا، شو بدك الموقع يكون نو اندكس امتي زي ما انت شايف هون. معلش ركز في الفيديو، اعمل زي ما انا بعمل، ما فيش داعي اشرح لك شو هي هاي الاشياء. كابيتلايز تايتل بدك اياه كابيتال ولا لا، خليه اوف. السبريتر اللي هو موجود بين عنوان المقال وبين اسم الموقع، شو بدك يكون هون، هي زي ما احنا لقينا الشرطه هاي. اوبن جراف بدك ثامب نيل للموقع ولا لا، بدك تعمل ترفع صوره لهون اللي هي صوره الموقع او صوره الفيتشر ايمج للموقع الخاص فيك. ننزل لللوكال سيو بيرسون اور كومباني، بامكانك طبعا هذا عملناه كله في الويزرد يا اخوان اول ما نزلنا المقال، بس بعيد فيها بشكل سريع. اسم الموقع انفينيديا، لوجو بتحط اللوجو، اليو ار ال ايش عنوان الموقع تبعك الالكتروني، الرابط تبعه، اذا في ايميل، اذا في رقم تليفون، عنوان الى اخره. لو في كمان اباوت بيج، اذا عندك اباوت صفحه العنا وصفحه الكونتاكت بيج.
الآن في عندنا السوشيال ميديا، إذا في عندك فيسبوك إلى آخره، تضيف هاي البروفايلات كلها هون. سوري على السرعة في الشرح عشان بس ما يطول الفيديو. عندنا هوم بيج، الهوم بيج اللي هي الصفحة الرئيسية، إذا بدك تعمل تعديل على الصفحة الرئيسية، لو عملنا هوم بيج إيديت تروح على مكان ثاني، حتعدل على صفحتك الرئيسية إلى آخره، وتحط الكلمة المفتاحية. حنعمل مثال بوست لاحقا. لو نزلنا للبوست فورمات، حتلاقي شو بدك البوست فورمات يكون، كيف اللينك تبع البوست، كيف البوست حيكون، مثلا عنوان البوست الى اخره، زي ما انت شايف العنوان، الترم الى اخره، اركايف، بدك اركايف يكون موجود ولا لا. انا لا، ما بنصح تكون موجوده، فشيلها دائما، شيلها بسهوله انك تشيلها هي وعلامه بس هي هيك، وحط سبيس. بس انا حاليا ما بدي اشيلها، بدي اخليها. رقم البيج الى اخره، بامكانك تختار الخيارات من هون صديقي، وبضغط تغيير في الخيارات ويتغير دغري هون، فانت لما يصير اللي يعجبك يعني. اذا بدك تحط وصف كمان، بامكانك تحط الوصف من هون. الفورمات اركايفز روبوت ميتا ديفولت ولا كاستوم. الكاستوم بيكون زي ما انت شايف، لو شلنا ديفولت بترجع الديفولت، لو حطينا الكاستوم بيصير كاستوم، ما بنخليه ديفولت، وبنعمل التالي. الاوثرز الى اخره، الاوثرز دي صفحه الاوثر اركايفز، ديسيبل ولا انيبل، بدك اياه يحفظ المعلومات عن الكاتب تبعك ولا لا. بوست، البوستات الان انا عندي بوست وله لينك، ماشي. ايش البوست حيبلش؟ في العنوان تبع البوست، التايتل زي ما انت شايف. البيج ايش هي البيج؟ وفي عندنا السايت نيم، يعني حيكون الصفحة كاملة وبجنبها اسم الموقع. وننزل للأسفل، لو بدك ديسكريبشن تحط ديسكريبشن، بس هذا بتعمله لكل صفحة بشكل مختلف. ارتكل، هذا كله عملناه في الويزارد. الارتكل تايب، شو نوع الارتكل، شو نوع الارتكل عندك؟ مقال، مش بلوج بوست ولا نيوز ارتكل، هو مقال. بوست روبوت ديفولت، لينك سجستشنز اون، بيعمل لك سجستشن، بيعمل لك اقتراحات لللينك. لينك سجست suggestion titles، برضو titles ولا focus keyword، بدك اياها titles الى اخره. خلي هاي الخيارات زي ما هي، بشرح لكم بشكل سريع، ما بدي الفيديو يطول. بهاي الطريقة انا في الاسفل الان، لو نزلت عملت save changes، لو ننزل للاسفل لاخر الفيديو، هنعمل SEO analysis للموقع، تحليل للموقع تبعي كامل، start site SEO analysis. موقع صغير مش كبير كثير على فكرة، وننتظر نتيجة التحليل تبعت السيو. يعني بصراحة إضافة رائعة جدا لموقعك، ممكن تستخدمها كاملة مكملة. موقعي السكور تبعته 66 من 100، بحكي لي هاي الأشياء لازم تعدلها. أول شيء الكامون كيوردز، أنت ما عندك كامون كيوردز يعني بشكل المطلوب. عندي مشكلة في ال H2، ما في عندك بال H2 تاج موجود في صفحتك كان. بعطيك كمان كيف تصلح، انت شايف ميك شور يو هاف ا جود بلا بلا بلا، يعني في اذا ما بتعرف انجليزي كثير ممكن تاخذ كوبي بيست وتعمل له ترجمه. هون في عندي مشكله كبيره، بيقول لي ايمج الت اتريبيوتس. الايمج الت اتريبيوتس عمو انت مش حاط لها الالت تبعها، الالت تكست، فما حتجيب لك ترافيك، فظبطها الله يستر عليك. فاحنا ظبطناها اوريدي لما كنا هون على الجنرال سيتنجز، عملنا للايمج زي ما انت شايف، عملنا لها الالت اتريبيوت، بس بدها وقت لما تشتغل، لما يحط لك الايمج اتريبيوت. فاحنا في السليم حاليا. Keywords and title description ممتاز جدا بحكي لك. Link ratio internal external، internal عندي 56، external عندي 3. SEO title تمام. Site tagline الى اخره. Focus keyword عندنا فيها مشكلة، في عندك 16 صفحة فيهاش focus keyword. Post titles missing focus keyword الى اخره. هاي المشاكل لازم تصلحها تشتغل عليها. سيرش بريفيو، هيك موقعك راح يظهر في نتائج البحث موبايل، على الموبايل هيك راح يطلع على الموبايل. عندك موقعك سكرين شوت للموقع تبعك حتطلع زي هيك، بس هي شايفها حتطلع بهاي الطريقه. الكانونيكال تاج تمام، هيك موقعك الرابط تبعه. نو اندكس ميتا which is good، اعملوا دائما نو اندكس. www الى اخره، معرف موقعك ك www مش non www، يعني الثنتين مع بعض شغالين. الاوبن جراف يعني موقع ببساطه هذا اللي قصدتهم فيه، لو عملت زي هيك
حياخذني على الدبليو دبليو دبليو، ولو كتبت دبليو 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 حياخذني على موقعي كمان نفس الاشي. نرجع ل باقي التقرير. زي ما انت شايف اوبن جراف، انت مش حاط اوبن جراف، تاجز ار ميسنج، هاو تو فيكس، كانت تجي هون بتعرف كيف تصلحها. كله تمام. سيرش كونسول، يو هاف نوت لينكد جوجل سيرش كونسول. انا ما عملت لينك لجوجل سيرش كونسول، فبتعملها زي ما شرحت باول فيديو. لو سمحت انتبه على اول فيديو كيف عملناها بتعملها، وبس تعملها بدوقت لما يتعرف عليها. ميني فايس، هسه بحكي لك مشكله السرعه البيرفورمانس في موقعك. عندك السي اس اس ما مش معمولها ميني فايس، فهي بيعطيك العنوان وبقول لك كيف تصلحها. ميني فايس جافا سكريبت برضه نفس الشيء، مش مصلحها، بقول لك عندك يا عمي صلحها. هاي تعمل هاو تو فيكس اد الوت فلو تايم ريد مور، نفس الشيء هون. بيج اوبجكت هاو تو فيكس، ترايت تو بليس امبيدد اوبجكت، هاي للمبرمجين. توتال 86، في عندك 86 اوبجكت. ايمج عندك 79، جافا سكريبت منهم 4، وستايل شيتس عندك 3. البيج سايز بحكي لك، البيج سايز عندك كبيره. انا عندي 208 كيلو بايت، هو المفروض يكون 33 كيلو بايت. هاو تو فيكس، في عندك طريقه كيف تصلح الى اخره. في عندنا هون السوشيال سيو، للاسف فيش عندك لا فيسبوك ولا جوجل ولا بلا ولا الى اخره. انت مش موصل موقعك في اي شيء، وسط الموقع عشان تصلحها بس. يعني هاي تحليل كامل لموقعك. لما تصلح التحليل هذا حاول موقعك يصير 100%. اتوقع اني هيك شرحت الموضوع كامل. لو دخلنا بس على البوست، اي بوست عندنا، ادخل لي على هذا البوست مثلا اديت، بسم الله نبدأ. هذا البوست عندي يا أصدقائي، مقال مكتوب باللغة الإنجليزية إلى آخره. ننزل للأسفل الدرجة، شايف أنا بقدر أحط أكثر من كيورد، وهذا الممتاز جدا في هاي الإضافة الصراحة. شايف عندي 54%، أعطاني هاي الكيورد أنت حاليا 54% نتيجتك فيها. كيف بدك تحسنها؟ البيسك سيو كله عندي ممتاز. الاديشنال حاليا الاديشنال اليو ار ال از 83. يقول لك العنوان عندك طويل صديقي، فبنروح نصلح هاي المشكله. اول شيء العنوان عندي طويل جدا، فبعمل اديت على العنوان هون وبخليه زي هيك بس مثلا، فهمتني كيف؟ وبعمل اوكي، اللي هي كلمه التحليل انا شغال عليها. تمام، هاي صارت عندي هاي ممتازه. Focus keyword not found in subheading like H2, H3, H4. هاي الفوكس كيورد عندي، بحكي لي الله يخليك حط لي اياها في السب هيدنج. السب هيدنج يعني العناوين الفرعيه، مش موجود عندك فيها هذا الموضوع. هذا هيدنج 1 سايكو سوشيال انكسيتي، او سوري مش عارف الفضه يعني 100% انكسايتي ولا ما بعرف. المهم لو جينا هون سايكولوجيكال، سوري سايكولوجيكال زي ما انت شايف موجودة عندي في الهيدنج 1. لو عملت هذا مثلا هيدنج 2، لو نزلنا هون صارت فوكس كيورد فاوند ان ذا سب هيدنجز. فوكس كيورد نوت فاوند ان ايمج اتريبيوت، روح لي على الصورة تبعتك، حط على الالت تكست الفوكس كيورد تبعتك وست از فيتشر ايمج. تمام، فوكس كيورد صارت فاوند ان ايمج اتريبيوت، وشايفين النتيجة عم بتزيد 63، ما بعرف كم كانت اول الصراحة. لينك اوت تو اكسترنال ريسورسز، اكسترنال ريسورسز روح مثلا على هيك، اعمل لي زي هيك وحط لي مثلا، ما بدي احط لك مثال عشان يعني مثلا عملت كوبي وعملت سوري وجيت هون وعملت مثلا في المقال، خليني بس هيك لغرض الشرح يعني. read more وعملت مثلا هاي هيك وعملت انتر. تمام، هنلاحظ انه your title وين صرنا، كله تمام. basic additional at least هيو one external link. تمام، external link at least one external link with do follow found in your content. تمام، keyword density، keyword density بحكي لك keyword عندك 6 في 10 من مقالك، يعني الكيورد مش متكررة كثير عندك، فأنت حاول تكررها أكثر من هذا الموضوع.
بحكي لك there is no ideal keyword density، يعني ما في كثافة الكلمة في محتواك، لازم تكون أكثر. But it should not be too high. The most important thing is to keep the copy natural. بحكي لك الكلمة المفتاحية زيدها شوي. The focus keyword and combination appears one time. الفوكس كيورد عندك موجودة مرة واحدة فقط، فلو تزيدها شوية بحكي لك ما في شيء مثالي، يعني انه لازم تحطها 10 مرات او 5 مرات، بس لا تحطها بشكل كبير ولا تحطها بشكل قليل كمان. فأنا مش راح أصلحها حاليا لأني بصراحة مش هحطها في كل مكان. We couldn't find any internal links in your content. بحكي لك اعمل لي internal links، يعني خلي الصفحة هاي في موقعك تبعثك على صفحة ثانية. وهذا هو السيو باختصار الداخلي، يعني مش سيو كامل، بس هاي هي العملية، انه كنت تخلي اللينك اللي عندك حاليا هون بيعمل لك بتاخذ منه، يعني صفحة هاي بتضيك على لينك ثاني. يعني هاي المقال كان عن الموضوع اشي سايكولوجيكال، مش عارف افضل كلمة عن نسيتها، او اللي هي اند ايجينج بروبلمز مثلا. في عندك موضوع ثاني عن ايجينج بروبلمز، التقدم في العمر، لما تكبر شو يصير معك مشاكل. اعمل لي لينك بالله على الايجينج بروبلمز، على المقال اللي عندك على مشاكل التقدم في العمر. بس نرجع للاسفل نكمل. يو هافنت، بحكي لك انت ما استخدمت الكلمه هاي، which is good، ما استخدمت الكلمه هاي سابقا، وهذا الشيء جيد جدا. فوكس كيورد يوزد ات ذا بيجينينج اوف اس اي او تايتل، الفوكس كيورد تبعتك استخدمت في بدايه العنوان تبعك للسيو، ممتاز جدا. يور تايتل هاز بوزيتيف اور نيجاتيف سنتمنت، موجود التايتل فيه البوزيتيف والنيجاتيف سنتمنت، واللي هي انا مش عارف ايش هي البوزيتيف والنيجاتيف سنتمنت بصراحه، لكن اللي هي اعتقد انها شيء له علاقه في الكلمه المفتاحيه او الى اخره. راح اشوف لكم شو هي واحكي لكم عنها. بصراحه مش خبير اس اي او عشان تعرفوا، بس لكن من خلال متابعتي ومطالعتي وقراءتي لعده مقالات ومتابعتي لعده مواقع بتهتم في هذا الموضوع بصراحه، يعني وتجربتي لهي حتى هاي الاضافه ادت معي نتائج كويسه. نستمر. Your CU title does not contain number. كيف يعني your CU title does not contain number؟ لازم تحط في CU title number، لازم تحط مثلا the best كذا 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 10 كذا، فهمتني؟ فانت لازم تحط number هذا هم بيعتقدوه. بحكي لك كمان شو الجستيفيكيشن تبعهم، شو التبرير تبعهم. Headlines with numbers are 36% more likely to generate clicks. بحكي لك شيء مهم جدا، لما يكون عندك العنوان تبعك في ارقام، فرصتك انه تحصل على نقرات لما تظهر في مواقع البحث في محركات البحث 36% اعلى من غيرك. You don't seem to be using table of content. نزل، بنصحك انك تنزل table of content اللي هي المحتوى اللي بتكون في اول الموقع الخاص فيك. Your readability score، بحكي لك حسن readability، موقع المقال تبعك صعب انه ينقرا. السكور تبعك لازم يكون افضل. At least one paragraph is long. بحكي لك عندك اقل شيء انه عند فقره كامله هي طويله، حاول تقصرها. Your content contains image and or videos. تمام تمام. هيك خلصنا. هاي هي في بساطه، صار عندي 69%. لو بدي كمان ازيد الكلمه المفتاحيه هاي حتفرق معي كثير، مثلا لو حطيتها بشكل عشوائي، لو حطيت الكلمه المفتاحيه بشكل عشوائي. ماشي. لا سوري. لو حطيناها بشكل عشوائي في مش راح احفظ المقال، يعني بس انه عشان الشرح. ارتفع شوية، لو عملناها هيك 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 حتشوف انه اختفت المشكلة، فصار جيد. السكور تبعها صار 71 من 69. Your seed does not contain number. لو حطينا في العنوان رقم مثلا، لو حطينا رقم هيك، حطينا اي رقم. بس لعلمك انه كيف انت بترفع مستواك في السيو تلقائيا من هاي اللي بتعلمك اياها هاي شو اسمها الموقع، ارتفعت نقطة الى اخره. We couldn't find an internal links. Internal links، خلينا نشوف اللي بيعطينا على internal links score. خلينا نحط اي internal links لو سمحتوا. بس how to earn money الى اخره، مثلا نعمل copy، بنعمل تحملوني بس يا اصدقائي، بنعمل الكوبي، نعمل انتر، وهي عملنا انترنال لينك لداخل موقعي. انترنال لينك كم نقطة اعطاني؟ اوه خمس نقاط، خمس نقاط اعطاني انترنال لينك، فهو مهم جدا.
يو دونت سيم تيبل فونت، مش راح استخدمها. بحيث ظبط لي القراءة تبعتك ات ليست وان باراجراف، هاي مش راح اظبطهم الثلاثة حاليا، لكن حصلت على سكور 77 من 100 لهاي المقال. طبعا انت مش حيكون مرضي لك، حاول دائما تجيب 95 او 100 في 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 هاي البلجن وجربها، لو ما عجبتك احذفها فهي مجانية في الاخر، لكنها بصراحة ممتازة جدا للناس بتكتب مقالات. حتعلمك كيف تكتب بطريقة السيو، يعني حتعلمك كيف تكتب بطريقة مناسبة بحيث انك تظهر في محركات البحث لما تكتب مقال. شكرا لمتابعتكم، آسف على الإطالة بصراحة، آسف جدا على الإطالة. ليف زي ما حكينا اسمها رانك ماث، بتنزلها من ماي ثيم شوب وممتازة جدا، مفيدة جدا، وفي عندك صفحة هاي شرح كامل عنها، طبعا موجودة شرحت في الفيديو كيف تصل لهاي الصفحة، شرح كامل عنها في اللغة الإنجليزية، بس أنا يعني يمكن أول واحد يشرح هاي البلجن في اللغة العربية. بحكي لك يا عمي إذا كان عندك الجرين يعني أكثر من 81 فأنت بالسليم، إذا كان عندك بال 81 فأنت يعني كويس. هان باد if your post score somehow it means that your post is not fully optimized. يعني بحكي لك إنه we would not recommend you publish post with your overall. بحكي لك إنه إحنا بنصحك تخليه يكون green بالنسبة للكيورد اللي بدك تنشرها. شكرا لمتابعتكم، شكرا جزيلا لمتابعتكم، آسف على الإطالة مرة ثانية، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله تعالى. أي سؤال تفضلوا كومنت تحت الفيديو. الفيديو طويل لكن اعتقد انه يستحق، اذا بدك موقع وبدك ينتشر وبدك تجيب زيارات من جوجل اتمنى لك انك تشاهد الفيديو كامل. في انا عارف ممل شوية الفيديو لكن هاي طريقتي في الشرح، وبحاول دائما اوصل المعلومة باسرع طريقة ممكنة. شكرا لكم اصدقائي على المتابعة، يعطيكم الف عافية، نراكم في فيديو قادم. يا ريت لو تعملوا سبسكرايب وشير للفيديو اذا عجبكم، واذا ما عجبكم اعملوا ديسلايك. يعطيكم العافية.